بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لمازال مشتركش في قناتي، ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنساش تشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. يلا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في الفيديو تاعنا تاع اليوم إن شاء الله راح نوريلكم فكرة جديدة تاع حجاب، فكرة جديدة وشوية فيها خدمة في البصالة، بصح إن شاء الله تعجبكم الفكرة. وشنو هي؟ دوك أنا درت لكم تفصيل مصغر على الورق، من بعد نعاودو معاكم. هنا شوفوا معايا هاد الموديل، هاو حجاب هنا عادي، هاي النوش اللي نعاود نفرقلكم عليها. بالنسبة للحجاب عفوا، كيما راكم تشوفوا هنا في الرقبة هاو هابط عادي إيفازي، ما فيهش خدمة ياسر. بصح في الفوق هنا ما كاش فتحة من الأمام، كاينة فتحة في الجنب من الجهة اليمنى، هاي هنايا راح نديرو الفتحة هنايا. سواء نديرو فيها دي بوطون يعني الأزرار ولا الفيرميتور يعني السحاب هنايا. بالنسبة لليد شوية فيها خدمة، اليد تاعنا راح تجي كيما هكا، يعني يجي فيها بليات من الفوق هنايا وحليها بطو حتى لتحت، جاية تحفة كي تلبس تجي تحفة ما شاء الله. هاي اليد سوسوا مع ال هاي قد معاها، هاي شتو يعني سهلة. واش ديرو؟ تاخذوا مثلا القماش تاعكم، هاي قطعة القماش تاعي كيما العادة، نفهمكم على الورق باش تفهموا عليا أكثر إن شاء الله. بون، هذا هو مثلا القماش تاعكم، تطووه على أربعة كالعادة، على اثنين ثم على اثنين، تسوو القماش تاعكم مليح مليح بهالطريقة، على اثنين من بعد على اثنين، بسم الله هكا فوالا بهالطريقة. هنا حنا كنا مالفين في الفوق باش نرسمو الحظة تاع الرقبة تاع الظهر، كنا مالفين نهبطو على فوق القماش، نهبطو غير باثنان. هنا دوكا مش حنهبط باثنان، نهبط بستة، يعني من هنا لهنا نهبط بستة هنا، بسم الله، ونطلع ندير سبعة سنتيم يعني من هنا. هنا شوفوا هنايا راني هابطة بربعة، ندير نقطة من هذه النقطة، شوفوا هنا من هنا لهنا ربعة، نمشي بسبعة سنتيم نحط نقطة، ومن بعد على ديك الربع سنتيم زيد نهبط اثنين سنتيم نحط نقطة، نوصل بين هذه النقطتين. هذه بالنسبة للظهر. من هنا من هذه النقطة نمشي بعشرين سنتيم نحط نقطة، من بعد نوصل بين هذه النقطة والنقطة فوالا. وندير الحبة تاع الذراع كيما على بالكم، اللي هو ندير ارتفاع الصدر، ومن بعد ندير دائرة الصدر نحط نقطة هنا ونوصل بيناتهم بهذه الطريقة، الطريقة منحنية بهذه الطريقة، ومن بعد نهبط للخصر. هذا أنا نهدر لكم في الباترون الأساسي، بعد نتوما ديروا لحساب اللي تساعدكم. بعد نهبط إيفازي هنا، بغيتو ما تزيروهاش ياسر هنا بالنسبة للخصر، زيدو وسعوها شوية هكا باش ما يجيكمش الحجاب مزير على الطريقة حتى لتحت، ونهبط كيما على بالكم تحت، نمشي ديريكت من بعد نطلع شوية. هذا مكان، هذا بالنسبة يعني هذه التفصيل الأولي. بعد هنا على هبطنا هنايا بهذيك الستة سنتيم، هنايا واش ندير؟ على هاد النقطتين نطلع بالتوازي، نطلع ندير اثنين سنتيم ندير نقطة، ومن بعد ندير اثنين سنتيم يعني نطلع بربعة هنايا، هنا ثاني نطلع بربعة، ندير نقطة عند اثنين سنتيم، نقطة عند ربعة، ونوصل بين هاد النقطة وهادي، هادو هادي نوصل بيناتهم. شوفوا معايا شنو درت، قلت لكم نطلع بربعة سنتيم، عند كل اثنين سنتيم ندير نقطة، هادو زوج تاع ربعة سنتيم وصلت بيناتهم، تاع اثنين سنتيم نوصل بيناتهم بهاد الطريقة. هنايا الا كنتو لا عندكم السورجو توز ما كلها ديرو هادي 4 سنتيم، ديرو غير 2 سنتيم، يعني كي تهبطو ما تهبطوش كاع ب 6 سنتيم، تهبطو ب 4 سنتيم. يعني كاش عندكم السورجو توز احسن ديرو هادي الطريقة، وحتى يعني حتى ولو كانت عندكم السورجو توز تجي مليحة و يعني مساعدة. دوك نوريكم على دوك، انا درنا كيما هادي، نزيد هنا فوق هاد الباترون نرسم الحبة تاع الامام. مانيش راح نهبط ياسر، نهبط بالدائرة تاع الرقبة كيما موالفين ب 7 سنتيم، يعني هنايا نزيد نهبط بخمسة سنتيم، هنا يعني نهبط باثنين نزيد نهبط بخمسة، يعني راح تولي كامل سبعة سنتيم بهاد الطريقة. يعني راح نصفل دوكا، نبدا في القص تاعي. نقص على أساس هنايا كيما على بالكم القماشة مطوية على أربعة، نقص تاع الخلف من بعد نروح نتاع الأمام، ومازال باقي عندي القماش هنايا باش ندير اليدين.
دوك نبدا في القص تاعي. اكيد كي تبداو تقصوا ولا كي تبداو تفصلوا ديروا حساب الواحد سنتيم تاع الخياطه، ما تنساوهش. دوك انا كي راني نفصل على الورق راني ندير ديريكت، حتى كي تفصلوا على القماش ديروا حساب الخياطه، دائما خلوا حساب الخياطه. شوفوا هنا راني مخلي حساب الخياطه، بصح كي راني نقص نقص سوا سوا، بصح حتى كي تجي تقصوا القماش تاعكم ديروا حساب الخياطه. هذا مكان، شوفوا نقص هكا نعمل هكا، نقص مليح. هلا بسم الله. فوالا الحبس مازال باقي، زعما عندي قماش نحبشيها. شوفوا كيفاش درت. بون هنا ما تقصيش من الرقبة، نعاود نزيد نقص الرقبة. هلا هذه هي، شوفوا هنا عندي هذه التفصيل تاع الخلف. نقول شوف هنا نعاود نحي هذه تاعت الوسط هكا، لاني قويه كنت طويله على ضعفي، نحي هذه خليتها الخلف ونزيد هذه نحفرها في الشغل تاع امان. نزيد نديرها تاع امان هذا مكان. بسم الله فوالا بهالطريقه. دوك نجي نعاود نلصقهم مع بعضهم، الامام في الخلف نسويه مليح مليح كيفاش نعرفهم كيف راهم اسوسوا على بعضهم. نشوف من الكتف ومن الحبة تاع الابط يبان لي لا راهم كيف كيف ولا راهم كيف كيف. دوك واش راح ندير، نحل القماش تاعي. انا الفتحة اللي بغيتها غير من جهة من الجهة هادي تاعت اليسار، بغيت تديها من الجهة اليمنى هادي، بغيت تديها من جهة اليسار. انا بغيتها من جهة اليسار، راح نمور النقاط تاعي باش النقطة تاعي تاع 2 سنتيم باش ما تتلفليش برك. راني درت هنايا نمورها باش ندير الطياب. دوك انا بما اني راح ندير الفتحة هنايا هادي ما تحقهاش، راح نقطع هادي كامل نقطعها كاع ما تحقهاش. حنا يعني تولي عندي غير قيس الخياطة، انا كنت هنا زعما مخلي 1 سنتيم تاع الخياطة، كنا حدو تبقى لي غير 1 سنتيم تاع الخياطة. فوالا بالنسبة لهادي كيفاش راح تكون، راح نطويها كيما هكا، نزيد نطوي طية ثانية جوست مع الاولى. يعني كيفاش راح تكون هادي، شوفوا معايا راح تجي هادي تاع الامام، انا نحيت تاع الامام دي مطوية هكا ومن بعد هكا طيتين هكا هكا وهكا. هذه هي تجي مطوية تاع الامام، وكيف كيف الخلف تجي مطوية هكا وهكا. وكي نحطهم على بعضهم ها نسكروا ولا عادي، ها شوف خرج لي عادي، شوفوا شوفوا معايا تخرج عادي. يعني انا راح ندير لي بوطون ولا السحاب راح نديرو فوق هنايا، هنا راح ندير لي بوطون هنايا الفتحة تاعهم ولا السحاب. الا بغيتو ديرو سحاب لا فيرنيتور تاني، الا بغيتو ديرو فيرنيتور ما ديروش 4 سنتيم، ديروش كامل 4 سنتيم، ديرو غير 2 سنتيم الاخرى ترجع لداخل. الا بغيتو ديرو كيما انا راح ندير لي بوطون ديرو هكا جوج طويات. هذه هي الفكرة تاعت الحجاب. دوكا نجيو لباقي القماش باش نديرو اليدين. شوفو نتوما اول حاجة هاد القطعة تاع القماش مثلا اللي باقية، لازم تحسبو بلي هاد هذا هو العرض، هذا هو الطول، خي هادي جهة تاع الطول، خي كنا طويينها كيما هكا، بون هذا هو الطول، راني مسدنا هنا العرض. لازم تحسبو لازم يكون عندكم أكثر من دائرة العدد كامل. خلاص هو عندي أنا الوسط، واش ندير، نطوي نطوي القماش تاعي على، ولا احسن حاجه ديرو في الباترون باش ما تتلفلكمش، تطوها على 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 اربعه هنا باش ندير يدين مع بعضهم. ومن بعد نجي لهنايا، شوفوا نبدا لتحت نصغر الطيه هنا، شوفوا معايا من تحت هنا، هنا راح تكون دائره العدد وهنا يكون المعصم. هنا نصغر الطيه، شوفوا ندير طيه بحيث انه هنا تكون غير شويه وهنا تكون ياسر بالطريقه هي مليح، ونعاود نرجعها بهالطريقة. نرجعها لازم تكون عندي جوست مع ال، نجي نرجعها لازم تكون عندي جوست مع الوسط تاع ال، هنا في التحت لازم تكون جوست مع الوسط تاع ال تاع البيرة بهالطريقة. نطويها مليح ونحددها، سورتو على القماش نحددها مليح مليح باش نكسر هاديك الانسيابات.
وبعد نفس الطيات هذه واش ندير، نفتح هذا الطيات شوفوا انا واش عندي. دوك انا بغيتها هكا يعني هذه الجهه نقلبها، نقلب الطيات وخلاص. هنايا كانت هكا نجحها هكا باش تجيني سوا سوا اليدين مع بعضهم، وهذه ترجع هكا، هذه ترجع هكا، هذه ترجع هكا، وهذه تولي هكا. شوفوا معايا باش ما تسلخليش بالك. بون هذه ترجع من هنا وراها، ولا غير تلفت لي شويه. المهم تاكدوا على هذه تنوروا ولا ترسموا، احسن ترسموا باش ما تسلخلكمش، باش تعرفوا نديروا الطيه هكا. نرسم عليها هنايا، انا ندير نقاط هكا باش نعرف الطيه تاعي وين. الاولى دونك كيما قلت لكم هذه ترجع هكا، هذه راهي مسويه، هذه الجهه مسويه، هذه اللي راح نعكسها، هذه اللي هنايا نرجعها منا، والاخرى ترجع هكا هذا المكان. فوالا هي تسكنت الطيه. دوك واش ندير هنايا؟ نجيب الباترون الاساسي تاعي ونحطو فوق هذا. انا دوكا مش واجدني الباترون الاساسي، بصح نتخيلو بلي راهو واجد، خاطر انا عندي الكبير ما عنديش الباترون الاساسي الصغير، يعني خدمه غير في الكبير. الا ما عندكمش باترون اساسي تاع تاع اليد، تحكموا الامام ولا الخلف تاعكم ما يهمش، وحده فيهم تحكموها، تحطوا اليد هكا اكيد راح تجي هكا مايله، وترسموا هذا المكان. بسم الله فوالا قسموها هكا هكا. هنايا هنا راح نهبط شويه على باش يجيني الحجاب موسع، باش نخرج هنايا راح نتكامل نقص شويه هنايا. راح نوري لكم ثاني انا في البار على الباتر الاساسي، كما قلت لكم الباتر الاساسي نحطو سيغ ميزير، من بعد كي نجي نحول ندير حجاب ولا ندير حاجه موسعه لازم ندير حسابي لديك التوسعه، علاه؟ لان باش ما يجينينيش هذاك هذاك الحجاب، يجيني سوا سوا. نقص زياده نقصها، نجيب الحجاب تاع ولا اليد تاعي عاود نقصها على حسب داك القياس بهذه الطريقه. فوالا هذا المكان، ونجي لليد هنا لتحت نسويها هنا، نمشي هكا بهذه الطريقة نبيدها على حساب نتوما واش بغيتو. هنا نسويها هذا المكان، خرجت لي اليد تاعي بالطيات تاعها، شتو شوية راح تبغي خدمة هنا في الطيات لأنو تطووه مع بعضاهم، بعد تعاودو ترجعو كل وحدة جهة. ها هي بالنسبة للحجاب تاعنا. بون نحي لكم اليدين كل وحده وحدها باش تبان، هنا عندي زوج هنايا، هاي كل يد وحدها. دونك كما راكم تشوفوا هاي كل يد وحدها هنايا، هاي اليد الأما تاع الجهة اليمنى وهاي اليد تاع الجهة اليسرى، ها هما. وهذا هو الحجاب تاعي بالفتحة هنايا، نفس أنا اللي راني دايرته في في القطر الصغير راني دايرته في الكبير. نوريكم نفسو راح نديرلكمهاش. هاو أنا درت بالنسبة للكبير، مدرتش مدرتش كامل طول، درتو حتى للخصر من بعد أنا نعرف كيفاش نهبط. هاو نفسو درت زوج طيات هنايا، شوفو معايا هاهم، هنا 2 سنتيم هنا 2 سنتيم من هاد الجهة، هاهم هنا تاني فتحت على الأمام مفتحتهاش ياسر معلاه. بالنسبة لليد فهذه هي هاديك، هاي اليد بالنسبة لليد هنا. هذه اليد جاتني، جاتني هذه الطية كتر، راني دايرة واحدة أخرى فيها أقل، دوك نجيبها لكم. بالنسبة لليد هذه هي شوفوا، يعني نفس المسافة اللي هنايا راهي هنايا. في الأول أنا كي درت جاتني، جاتني واحدة أخرى، جاتني شوفوا مسافة تاع الظهر تاع اليد جاتني كتر من تاع الأمام، بصح ما بغيتش نديرها، كنت نخليها سكر، بالك نبدل ندير موديل تاني بيها. المهم هذه هي اليد تاعي هنايا، ديروا حسابكم. كي راني درتو هكا لازم دايما راح نزيد هنايا 2 سنتيم ولا 1 سنتيم تاع الخياطة هنا، يعني فوق هاد الباترون. أنا كنحط الباترون على القماش نحطو بهذه الطريقة، علاه خصكم ديروها في الطيات هكا قبل باش تشوفوا هنايا كي راهي طالعة هنا تبان لكم. هنا تاني شوفو هنايا كامل، هادو كامل كي نجي نرسم نزيد كامل عليهم واحد الواحد سنتيم كامل، هادو شوفوها كامل نفوت عليهم بواحد سنتيم كامل. كذلك بالنسبة
القطعة العلوية كامل، زيد عليهم واحد سنتيم. فهمكم على القطعة الصغيرة باش يبان لكم احسن. شوفوا كنحل هذاك الباترون تاعي اللي درتو تاع اليد. هنا شوفوا كي راه طالع على بها، لازم نديرو طي قبل ما درنا الباترون الاساسي باش هادو ما يروحولناش، سينو ما عندناش نحكم القماش. دلك هذا كامل ندور عليه بزيد واحد وحتى لواحد ونص سنتيم تاع الخياطة كامل كامل كامل. هذا كامل كما راكم تشوفوا. هنا بالنسبه لتحت بغيتو تزيدوا بندانا، بغيتو ديروا لها لاستيك، حاجه اللي تساعدكم. بصح انا نقول لكم الموديل تاعي كيفاش داير. دوك بنفس الطريقه هذه اللي وريتها لكم هنايا، نروح نحط الباترون تاعي على القماش ونقصو ونروح ان شاء الله للخياطه باذن الله. بون شوفوا معايا اصدقائي هنا كيفاش راني حاطه الباترون تاع اليد. شوفوا هنايا الكفه هذيك، هنا كما قلت لكم عليهم كامل نزيدو واحد سنتيم هنايا، تسمى الرسمه تاعها تكون هكا واحد سنتيم. هادو الطيات هادو هما اللي مبينوني من بعد وين كيفاش حنعاود نرجع القماش. هنا القماش تاعي راه مطوي على اثنان باش يجيو من زوج يدين، هاهو مطوي على اثنان، وهاهو الباترون تاعي دوك نكملو. بالنسبة تاع الفوق راني كملتو، لا الحجاب راني كملتو، راني وشني هاد البلاصة اللي هنا اللي قلتلكم راني نحدد فيها، نحط عليها هاد الحدادة باش تتحدد بيا. نحيها باش تشوفوها، هنشوف هاي الطيات تاعي راهم هنايا زوج، هاي هنايا تاني، هادو فيهم الطيات وهادو لي مقطوعين عادي، ها شتوهم، يعني جهة فيها الطية وجهة ما فيهاش، راهم سواسوا. شوفو كنحطهم راهم سواسوا معاهم، بغيت نكتلهم بالحديدة باش ما يقعدوش كاع يبوجو، قعدو سواسوا تاهما. كيما قلتلكم إلا كان عندكم سوجوتوز مكنش مضطرين تاجبو هادي هنا لداخل، يعني حنديرو هنايا برك السوجوتوز وتاجع هادي هنا برك هدا مكان. إلا ما عندكمش أنا ندير حساب الناس اللي ما عندهمش، أنا وريتكم هاد الطريقة. ديروهم وحددوهم لازم يموتوا بالحديدة باش من بعد في الخياطة يجيكم ساهلين. دوك نكمل القصان تاع اليد ونرجع لكم ان شاء الله. اكيد اليد كما قلت لكم راح ندير لها هنا من تحت بندانا. هنا كما راكم تشوفوا هذه خرجت هنا على جلد طيه، هذه هنا هي هذه هنايا. دوك ندير لها مارا، هي راهي ديجا راهي هنا مش بينيه، فدوك نعاود ندير لها انا مارا باش من بعد نعاود نعرف كيفاش نرجع القماش تاعي. بالنسبه لليدين كما راكم تشوفوا بس الطياف تاعي حكمت بليزي بانجل هنايا، هاني حكم هنا بليزي بانجل كما راكم تشوفوا. راني كامله كلشي بالحديده بالحداده، نخدم بهذه الصغيره شوفوا كيفاه، يعني كلشي راه محدد مليح مليح، ما نخليش حتى حاجه قبل ما نروح في ماكينه الخياطه. لازم نحكم كلشي بالحداده تاعي، نحكم في السياده تشوفوا كي نكمل. لازم نحكم هادو هنا بليزي بانك باش ما يقعدوش يتحركوا، نروح نخيطهم يا باليد ولا بالماكينه قبل ما نفوت هادو كامل. وهادو كما قلت لكم من تحت راح نزيد لها بندانا، اكيد هاد الزوائد مع الخياطه كلشي كلشي راح يختفي، هاد الزوائد بقى لي زايد هنا شويه. هذا مكان كما راكم شفتوا، هذه هي فكره اليدين. دوك راح نكمل الخياطه تاع هادو الصوالح كل مع بعضهم عادي. خياطه بالنسبه للرقبه كما قلت لكم، هنا دوك راح ندير تبطين تاع الامام وتاع الخلف، واليدين هم تفينا وبقى انا غير نخيطهم من الحيط، نحط هذه على هذه هذه الجهه هنا، هذه على هذه نخيطهم وبعد نبلاصين في الحفظه تاع الابد. ساهلين ماشي حاجه زعما صعيبه، لانه هنايا راح يتحكم مع اليد، هذه تبانش مفتوحه، هذه الطيه اللي هنا راح تتحكم مع اليد، مي الاخرى راح تقعد محلوله. كي ندير التبطين تاع الامام والخلف راح تقعد محلوله، هي اللي باش تخليني ندخل الرقبه تاعي فاصينو. هذا مكان بون. بالنسبه للتبطين نحت الامام، هذه هي جهه الخلف، جيب اي قطعه قماش بقات لي عادي نحطها من تحت هكا، قطعه قماش كما تشوفون نحطها هي من تحت، نحط عليها القماش تاعي. مهم تكون واصلة لجهة الكتفين باش ما نلقاش الفراغ جهة الكتفين. هنايا هذا مكان شوفوا، وهنا نرسم، شوفوا هنا نرسم، ها هنا نرسم الفوتغي واحد الواحد ولا حتى 2 سنتيم تاع هنايا، واحد من هنا من الكتف هنا من الحفدة تاع الرقبة، الفوتغي واحد حتى 2 سنتيم ونمشي هكا مايلة حتى لهنا. هذا مكان نفس الشيء مع الامام، هاي جهة الامام، نجيب قطعة تكون محفورة كيما على حسب الحفرة تاعت الامام، ونجي هنايا ندخل واحد من 2 حتى 3 سنتيم، نهبط معاها كامل. هذا مكان بالنسبة للتبطين، سهلة هذه، نتمنى انو تكونوا فهمتوني بالنسبة للتبطين.
كل واحد ندير القطعة التابتين ونروح الخياطة إن شاء الله. بو بالنسبة للقطعتين التابتين هني حاطة هنا الوجه على الوجه ووجه هذا القماش، هنايا حاطة تاني عليه وجه التابتين نخيطها هنايا. بالنسبة لهاد الطية نفتحها منخيطهاش هي لداخل، نخيط هنايا ديريكت هنايا كامل وندير ندير هكا نكرونتيها لانه جايه شغل من حنيه، ونقلبها هنا كي نعاود ندير سوغ بيكور كي نقلب هنايا نخيطها باش ما تبقاليش واقفه تبقى تموت لي الخياطه، نخيط سوغ بيكور اللي نحكم معاها هذه الطيه هنا علاه لانه كان حكمتها خاطش انا حنقلبها كان حكمتها ما تجينيش مسويه هذه الطيه. شوفوا كيف شي خارجه هنايا كما قلت لكم كي نقلبها نعاود نخيطها ان شاء الله. بون اصدقائي بالنسبه لليدين كما كنت شفتوا هنا خيطتو على برا هذا هنا تاع الطيه تاعت التحت، كذلك بالنسبه للفوق انا خيطت هذه هنا برك باش ما تقعش تبوزي. دوك واش راح ندير، نطوي القماش على الوجه تاعو كما هكا نخيطو هنايا كامل حتى لتحت، راني دايره باش نعرف الامام من الخلف دايره افون فوتو هنايا، ولتحت هنا كما قلت لكم ندير لها بندانا هذا ما كان من تحت. اما بالنسبه للرقبه ولا الحلقه تاع الرقبه واش درت لها هنايا شدت هاد الحديد شجدت خيطت لابيبير تاعي من الامام هاهي وكرونتيت. دوك تشوف هاي الخياطه هنا الخياطه هنا ان شاء الله دوش تبالكم فوالا هاي الخياطه هاهي. بعد ما خيطت كرونتيت الخيط تاعي كرونتيت بشكل مائل وقلبتها وحكمت هاد الحد هذا، يعني هذا هو الجهة الداخلية تاع القماش وهذه الجهة تاع هذه الوجه تاع القماش هذا الظهر. هنا بالنسبة لهاد الطية تاع الفتحة تاع الأزرار راح نديرها في الجنب، هي حطيتها فوق لا دوبلور ورجعت شوية منها هكا. دوكا واش راح ندير، راح نخيط سوغ بيكيور هنا يعني بغابة واحد 2 مليمتر نفس الطريقة للحبة تاع التبطين تاع الأمام نفس الطريقة نخيطهم، ونعاود ندخل اليدين وندير تحت الكفة هذا ما كان يكمل الحجاب تاعي إن شاء الله. بون هذه هي النتيجة تاعنا لنهار اليوم، هذا هو الحجاب بعد ما كملته. هنا بالنسبة لليدين هذيك البلية اللي درتها ولا الكفة حيدتها شوف هنا بابا باش ما تقعدش من بعد تقعد تتحل كي نكون تكون تسحب كيدي وسط البندانة هنايا. كي كملت كلش حددتو ها من الفوق جاتني كشغل دوك اليد شوية كبيرة من الفوق جاتني كشغل هنايا لي بلي. بالنسبة لي بوطون درتهم هاد الجهة اليسرى كيما قلتلكم بحال وحدة تشوفو معايا بسم الله، ومطفالية مقصتين على بيها يجينا شوية صعيب الحلان فلا. أنا خيطت هادو لي بوطون، نتوما تقدرو تخيرو أي نوع من لي بوطون إلا بغيتو. هادو هما درت هادو لصقت وحده هنا وحده هنا كما راكم تشوفوا، درت ثلاثة هاي وحده زوج هاي ثلاثة هنا ها هذا هنا هاي اليد تاعي هادي فوالا. والحجاب كما راكم تشوفوا وجهي سامبل وباهي المهم هذا هو الفيديو تاعي لنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا بيج لايك، ما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم احبائكم في شبكه التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. اذا عندكم اي راي اي اقتراح اي انتقاد بناء ولا اي انتقاد مرحبا بكم، اكتبوا لي في خانه التعليقات وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.